عثرت وحدات الجيش العربي السوري خلال تمشيطها القرى المحررة في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة درعا على كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد الثقيل وذخيرة متنوعة داخل أوكار الإرهابيين. تم ضبط مجموعة كبيرة من الخوذ المضادة للرصاص والدروع، إضافة إلى مجموعة كبيرة جدا من الحقائب أو السرر الفردية للعلاج والدواء إنقاذ الحياة والصناعة أمريكية أيضا، وكل هذه المواد باسم الشعب السوري ولكن استخدمها لقتل الشعب السوري. الأسلحة تم العثور عليها في قرى وبلدات الغارية الغربية وصورة وعلمة ومليحة العطش، وتضمنت دبابات ومدافع هاون وراجمات صاروخية ومعدات وتجهيزات مختلفة، إضافة إلى كميات كبيرة من قذائف الهاون وذخيرة متوسطة وخفيفة تم نقلها إلى إحدى التشكيلات العسكرية في ريف درعا. عثرت قواتنا المسلحة على ترسان هائل من الأسلحة التي تتألف من الدبابات والعربات الميمدال وزائد المدافع زائد الهاونات بأنواعها من 60 وحتى أيار 180، بإضافة ذخائر متنوعة من الدبابات للمدفعية للهاونات، أجهزة بصفطة، أجهزة لاسلكي، بالإضافة إلى الرشاشات الثقيلة 23 وال 14.5 وال 12.7. هاي قواعد إطلاق الصواريخ صناعة أمريكية تم الاستيلاء عليها من أوكار المجموعات الإرهابية المسلحة في هذه البلدات، بالإضافة إلى البلدوزرات والرافعات اللي كانوا الإرهابيين يستخدمونها في أعمال التحصين اللي كانوا يقوموا فيها في البلدات اللي كانت واقعة تحت سيطرتهم.